أعلن اللاعب أحمد حسام ميدو عن عودته للملاعب، وقال: لم أعتزل ولكني كنت في أجازة لمدة 10 سنوات، وحاليا أجازة أجهز طويلة. نفسي بدنيا. طويلة قوي قوي، وعدنا يا رب بالأجازات دي، وسأتواجد في أحد فرق الدوري الموسم المقبل، وأثق في قدرتي على تسجيل 10 أهداف على الأقل وأنا واقف. واقف. ياه، أوكي. إيمان، تفتكري ده ممكن يحصل؟ كلام من اللي ميدو ميدو، من قاله ده. شخصية ميدو، أنا اسأليني. يقدر يعمل كده جدا. في السن ده، هو مواليد 23 فبراير 83. هو ده الوحوت، ده الوحوت. طب دلو ولا حوت؟ دلو وحوت، اللي هي الفترة اللي هو الاتنين مع بعض. الاتنين الشخص بيبقوا داخلين في بعض. الحتة دي هو واخد قوة الدلو مع قوة الحوت، عشان كده هو طالع له ملك النقود، فهو هيقدر يعمل ده. هيعمل ده أي حاجة بتقدر تعمل، يعني هو من الناس اللي بتقدر تخلق حظه في المال وفي النجاح، فهو عايز ده فهيعمل ده، وهي دي شخصيته، وهيقدر يوصل لده وهيعمله بشكل كويس، وهو بيخلق الحاجة بالطريقة اللي تفيده. 20/8 راجل عايز يسأل على شغل. 20/8 شغل. الشغل نفس عام بشكل عام يعني. طيب، امور الشغل عنده هتبقى قويه، محتاج ان هو يستخدم الذكاء العاطفي في التعامل بتاع الشغل اكتر من العقل والشده. في طاقه شخص من برج الحوت هيقدر يساعده، طاقه مائيه هيساعده في انه يحقق اللي هو عايزه.